هذا وشدد رئيس مجلس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولي على أهمية مشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسي في القمة الأفريقية الروسية التي تعقد فعاليات نسختها الثانية حاليا بمدينة سان بطرسبرغ الروسية، معتبرا أنها تتيح فرصا لتعزيز التشاور بين روسيا والبلدان الأفريقية حول كيفية التصدي للتحديات المشتركة. وخلال ترأسه اجتماعا للحكومة بمدينة العالمين الجديدة، ثمن مدبولي الرسائل الإيجابية التي أسفر عنها اللقاء الذي جمع بين الرئيس عبد الفتاح السيسي بنظيره الروسي فلاديمير بوتين في قصر قسنطين. كما استعرض مدبولي نتائج مشاركته نيابة عن الرئيس عبد الفتاح السيسي في المؤتمر الدولي للهجرة والتنمية بالعاصمة الإيطالية روما، معتبرا أن مشاركة مصر جاءت انطلاقا من إدراكها لخطورة ظاهرة الهجرة غير الشرعية وضرورة التصدي لها من خلال وضع حلول جذرية.